ابوك الشباب اي روح الشباب لا 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 روح للشباب جوا علي روح جوا يلا طيب الان المجموعه الاخيره صح ولا لا طيب المجموعه الاخيره اعطوا الاسماء سالم بن عبد الله خالد فارع بخيت بن لبده او ال لبده بخيت حياك الله اسامه علي صفقوا 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 المجموعة الخامسة والسادسة وينهم؟ الخامسة مع مين والسادسة مع مين؟ سالم وخالد وين؟ خالد خالد وين؟ خالد فارع هنا يا بوي ابشر السادسة انتم السادسة الخامسة هنا هذا كان اول واحد مسامة صح؟ يلا هلا سام جرنتا يا عيال جرنتا كيف؟ جرنتا قرنته والله بكره سيتام الساعه 12 الظهر دعواتنا كلنا لممثل الوطن الهلال بالتوفيق غدا وان شاء الله نبارك غدا جميعا بتحقيق التاسعه بالتوفيق للزعيم ان شاء الله الاتحاد بس مع الزعيم للجميع يعيش الهلال يعيش يلا يا عيال يعطيك العافيه يعطيك العافيه الجميع ان شاء الله على قلب رجل واحد في هذا البرنامج وكلنا ندعي الهلال باذن الله طيب يا شباب فاهمين المسابقه فاهمين هو من التصفيات ويضحك نفس الضحك من يوم من يوم دخل معنا من يوم خذ الكلب احمر مني انا اعطيتك احمر اي والله احمر والله من الضحكه من الضحكه اي اهدى اهدى حسسني بالتوتر الله يوفق العدو طيب نبدا المزايده مع بخيت بخيت كم مزايدتك 3000 عند بخيت اسامه 3500 اسامه 2500 عند ابو فارع 2000 عند سالم معنى كنترول سجلتوا يا سلام يا سلام طيب الآن نبدأ بالسؤال الأول بعد ما نشوف عدد التذاكر وقيمها على الشاشة كيف الثقافة يا بخيت وسام لا مضبوط زينة زين مضبوط لا يقول زين يغمز أنا عشان أقولك أنا زينة فهمت تدري شو يسموني بخيت ثقافة مجموعة اليوم لازم تتفرج والله ما ما انتم طبيعي طيب ابو فارع وسالم ثقافه والله لك على ثقافه مشي حالك على الله على الله يا البعيد الله طيب ان شاء الله ان شاء الله يوفقكم يا رب طيب الان اعلى مزايد اسامه العلي اسامه علي اسامه العلي اسامه علي اسامه علي حياك الله اسامه علي حياك الله ظاهر السؤال معنا يا شباب يظهر السؤال مع أسامة يقول لك السؤال ركز على الشاشة ما أكثر الموانئ نشاطاً في العالم ميناء سنغافورة ميناء شنغهاي ميناء هونغ كونغ ميناء طوكيو ميناء سنغافورة ميناء شنغهاي ميناء هونغ كونغ ميناء طوكيو ما أكثر الموانئ نشاطاً في العالم سنغافورة سنغافورة والإجابة صحيحة سهل سهل هذا الإجابة صحيحة الله يوفقك يا شيخ الله يوفقك فكنا من ذي انت مرتاح بالسؤال انا ما اعرفه الشباب وصلوا مرة يتعبوا من السؤال والله اني فرحان له لان فكنا من ذي خير والله منورين الشباب طيب طيب حلو